مرحبا، أنا أنيش، أعمل كعامل بناء في قطر. في فصل الصيف يصبح الجو حارا جدا، وقد تشكل الحرارة خطرا كبيرا. من المهم جدا معرفة المخاطر والاعتناء بنفسك طوال اليوم، لذا ابدأ يومك بشرب الماء بمجرد استيقاظك. لقد وصل الباص، لنذهب إلى العمل. يجب الانتباه إلى أن العمل تحت الشمس يمكن أن يسبب أمراضاً وإرهاق إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة. ارتدي ملابس خفيفة غير ضيقة. أيضاً تأكد من تغطية الرأس أثناء العمل خارجاً. لا تتوقف عن شرب الماء، من الضروري جداً شرب كوبين من الماء كل نصف ساعة. انتبه على لون البول، كلما كان اللون فاتحاً فهو طبيعي، أما إذا كان أصفراً غامق فيدل على الجفاف. عند الحاجة اطلب أخذ استراحة من المدير. أيضاً تجنب العمل الشاق خلال أوقات الحر الشديد. ينص القرار الوزاري على منع العمل في الخارج بين الساعة 11:30 وحتى 3:00 عصراً، وذلك من 15 من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس. من المهم جداً التعرف على أعراض الإجهاد الحراري في نفسك وفي الآخرين، وتشمل تسارع ضربات القلب، التعرق الشديد، الشعور بالضعف والتعب، تشنجات مؤلمة في العضلات، آلام الرأس، الشعور بالدوار والغثيان. مدير، عند الشعور بأحد هذه الأعراض يجب أن تخبر مسؤولك أو أحد زملائك على الفور. في حال وجدت أحد زملائك يعاني، اصطحبه لمكان بارد ومظلل ليستلقي. قم برفع قدميه، ضع كمادات باردة على جسمه. تذكر هذه النصائح ومعا نستطيع مواجهة الإجهاد الحراري.